السنة النبوية الشريفة ومكانتها من القرآن الكريم كانت ولا تزال مثار جدل بين الفرق الإسلامية، فبين فرق تنكر السنة تماماً وتعتبر القرآن حصراً هو مصدر الهداية والتشريع، وبين فرق أخرى تعتبر السنة قاضية على القرآن ومقدمة عليه. فما حاجة المسلمين إلى السنة النبوية؟ وما الفرق بين السنة وبين الأحاديث النبوية؟ وما هو ترتيب كل منهما في سلم الهداية إلى الله تعالى؟ ما موقف المسيح الموعود عليه السلام من السنة النبوية؟ وكيف ألهمه الله تعالى موقفاً وسطاً يوافق الصراط المستقيم؟ كونوا معنا في حلقات هذا الشهر من برنامج تنوير القلوب. وداده قرب ناهيك عنه